بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما يا رب. النهاردة هكلمكم في حاجة بتشغل ناس كتير او موجودة عند ناس كتير، وهي الزوائد الجلدية اللي بتطلع في الرقبة او فوق الجفن العلوي للعين او في اي مكان. الزوائد الجلدية او جلد الرقبة يبقى خشن او مقشف او تخين تحت البوط، كل ده هقول لكم الاول ايه السبب، لان احنا لو شلنا الزوائد الجلدية دي ومعالجناش السبب هترجع تاني تبقى موجودة. ده بسبب مقاومة الانسولين. مقاومة الانسولين ده دي متلازمة او هي الطريق الاول لجميع الامراض اللي هتيجي بعد كده. يبقى احنا لازم نعالج بقى مقاومة الانسولين. يعني مقاومة الانسولين دي بتبقى بيجي بدل بعديها، مادام في مقاومة انسولين يعني الخلايا ما بتتغذاش، الانسولين ما بيدخلش الغذاء جوه الخلايا، فالخلايا بتجوع، يبدأ بقى السكر نوع تاني، تكيس المبايض، مشاكل في الكلى، الغدد الدرقية، مشاكل بقى الله اعلم. انا لما جالي مقاومة انسولين جالي سكر نوع تاني وكان عندي ضغط ومشاكل كتير، الحمد لله تعافيت منها. طيب انا هقول لكم هتشيلوا الزوايا دي ازاي، بس مش عايزينها بقى ترجع تاني، يعني هنحل المشكلة من الجذور. مقاومة الانسولين يعني صيام متقطع، في كذا فيديو على القناة بيشرحوا الصيام المتقطع. اللي هيتابع الصيام المتقطع عمره ما هيقدر يستغنى عنه، لان هيلاقي حياته اختلفت. هو عموما الزوايا هتلاقي دايما الزوايا دي يعني في سمنه او ما فيش سمنه، دي علامه من علامات مقاومه الانسولين. في ناس بتبقى عندها نشاط في الغده الدرقيه، ما بيبقوا جسمهم نحيف ولكن عندهم مقاومه انسولين. يعني مقاومه الانسولين دي بسبب ان احنا بناكل سكريات كتير، بناكل نشويات كتير، بناكل تقريبا 24 ساعه في ال 24 ساعه، يعني بصراحه بسبب التفاصيل في الاكل، لان امراضنا كلها بتيجي من ناحيه الاكل. طبعا التوتر والقلق والعصبيه والكلام ده كله كلنا عارفين ان ده بيسبب امراض برضو، فاحنا نحاول نبقى هادين، نعمل صيام متقطع، نمنع عشان قبل ما اقول نمنع ايه، عشان نشفى من مقاومة الانسولين دي بتاخد من 3 ل 6 شهور او 7 شهور، لانك بتصلحوا جسمكم والمشاكل الصحية كلها، حياتكم هتختلف تماما. فنعمل صيام متقطع، نمنع السكريات والنشويات والفاكهة لغاية ما نخف ان شاء الله او نشفى، هنرجع ناكل تاني نشويات وهنرجع ناكل فاكهة بس باعتدال، من غير عشان ما جسمنا خلاص اتصلح وبقى نضيف وزي الفل والسموم راحت والمشاكل الصحية راحت. الصيام المتقطع اسلوب حياة، يعني انا بقى داخل على 3 سنين بصوم صيام متقطع. طيب الحمد لله كده عرفنا السبب، نيجي بقى نحل المشكلة. انا عندي دي اسمها ايه، بيكنج سودا او الكربونات، وعارفين الكربونات، كربونات بنيجي نعمل ايه، بنجيب معلقه زي دي كده، نجيب معلقه خل، الاثنين مش مؤذيين، لا الخل، بس انا تقريبا حطيت خل كتير، احنا عايزينها تبقى زي العجينه كده، ناخد منها قطعه ونحطها على الزايدة الجلدية. طبعا المشكلة اللي ليا فوق العين بتبقى لازم انسان حريص على اساس ان هي ما يخشش جوه عينينا، يعني بنعملها عجينة اتقل، هتقلوها لكم برضو شوية. على العموم هتقلها شوية، معلش هزيت التليفون عشان تبقى يعني بصوا، ايوة كده تبقى كده، تاخدي حتة قطعة كده صغيرة قد كده، شايفين قد كده، ونحطها على الزايدة الجلدية ونسيبها ما تنشف. المهم نحطها مرتين ثلاثة كده في اليوم، كل ما تنشف وتقع نعمل واحدة غيرها،
لغاية ما الزوايا الجلدية دي تقع. بعد ما تقع لازم نطهر المكان، نعمل ايه، اي مطهر عندكم بالراحة كده، وتجيبوا البلاستر اللي هو الصغير ده، عارفين البلاستر الصغير اللي بيتحط على الجروح الصغيرة، وتحطوها على مكانها لغاية ما تخف، لان ده جرح، وان شاء الله هتشيلوها ومش هترجع تاني لو انتوا عملتوا الحاجات اللي قلتلكوا عليها، وبإذن الله تشفوا خالص من كل الأمراض. الزاوية الجلدية لو عندك ده إنذار للدخول في الأمراض، فلازم نحترس، مش بس نشيلها، لا نحترس ونمنع ظهورها مرة تانية إن شاء الله. ياريت تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تعملوا لايك وتشيروا الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم في معلومة جديدة ومفيدة كلها من الطبيعة. محدش يقلق من البيكنج سودا ده، أنا بستعمله في حاجات كتير، يعني مش مضر يعني، أو مش مؤذي. وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله.